ألف مليون مبروك، ألف ألف مليار مبروك. المنتخب المغربي يحقق انتصار تاريخي، انتصار كاسح على منتخب فنزويلا بنتيجة ثقيلة جدا، وفعلا المنتخب العربي الإفريقي الوحيد اللي يستحق مننا كل الدعم والتشجيع في إطار تواجد أعظم منتخب وأروع منتخب. فخرنا فخر الرياضة العربية والإفريقية والعالمية دون منافس، المنتخب العربي الإفريقي الوحيد المتربع على عرش الساحة الإفريقية والساحة العالمية في رياضة الفوتشل، بيقدم مباراة القمة، مباراة يعتبر مباراة تاريخية في رومونتادا عالمية، بعد تقدم فنزويلا في الشوط الأول بنتيجة 1-0، ومع انطلاقة الشوط الثاني يحرز فنزويلا هدفين لتصبح النتيجة 3 أهداف لصالح فنزويلا مقابل لا شيء للمنتخب المغربي. استطاع المنتخب المغربي مع آخر ربع ساعة من أحداث اللقاء من قلب موازين المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة 4 أهداف لصالح أسود الأطلس مقابل 3 أهداف لصالح فنزويلا. وطبعا وسط ذهول وانبهار الإعلام الجزائري والفنزويلي والعربي والإفريقي والعالمي، المنتخب المغربي بيقدم مباراة تاريخية، استطاع من قلب موازين اللقاء. وعلى الرغم من ذلك، هنا ومن داخل قناة نفس اللي حدث في مباراة أسبانيا لو نفتكر، بعد فوز منتخب أسبانيا بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 في إطار الاستعدادات للمنتخب المغربي لمونديال كأس العالم أوزبكستان 2024، استطعنا في الجولة الثانية أمام أسبانيا من تحقيق انتصار كاسح بفوز بأسود الأطلس على أسبانيا 4 أهداف مقابل 1. نفس اللي حصل اليوم أمام فنزويلا، بنحقق انتصار تاريخي. طبعا فنزويلا ظنت أنها كسبت اللقاء. المنتخب اللي معسكر من الأسبوع اللي ماضي بلقاء وبتواجد أكثر من 25 عنصر من عناصر الكرة الفنزولية داخل مدينة الرباط، داخل معسكر محمد السادس بالمعمورة، وفي ظل تواجد ألمع عناصر الكرة داخل منتخب الفنزويلي، في ظل تواجد كل من فاسكس في حراسة المرمى قائد وحارس مرمى المنتخب الفنزويلي الأول، في ظل تواجد ألمع عناصر الكرة الفنزويلية داخل المباراة اليوم كبرانكز، بالإضافة لظل تواجد فانز وكل عناصر المنتخب الفنزويلي بقيادة البرازيلي بقيادة روبنسون روميريو، استطاع المنتخب المغربي من قلب موازين اللقاء وانتهى اللقاء بنتيجة 4 أهداف لصالح أسود الأطلس. وأيضا في ظل تجربة والوقوف على أكثر من خطة بديلة من جانب المدرب الرائع جدا هشام الدكيك، وفي نفس التوقيت منتخب فنزويلا اللي فاز على منتخب الإكوادور بنتيجة 8 أهداف مقابل 1 يا جماعة، واستطاع من التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم لتوانيا 2021، منتخب قوي جدا جدا بحجم منتخب فنزويلا، وكون ان المنتخب المغربي يكتسح في مباراة اليوم يعتبر انجاز تاريخي وايضا انجاز مغربي يعد في حقيبة المنتخب المغربي قبل انطلاق المونديال. وفي نفس التوقيت منتخب فنزويلا يتعادل مع منتخب فرنسا، فنزويلا ذو التصنيف 21 من التصنيف العالمي للفوتشل يتعادل مع المنتخب الفرنسي في لقاء ودي الشهر الماضي شهر يوليو بنتيجة 3 أهداف لكلا المنتخبين، يعني يعد واحد من أقوى المنتخبات اللي داخلة وبتنافس على البطولة بروح قتالية عالية جدا. وفي نفس التوقيت فنزويلا عندها بتأسس فئات عمرية وفئات شبان تحت 17-19-23 مثلما يفعل أسود الأطلس. المنتخب تحت 17 عام الفنزويلي بيحصل على الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب بوليفيا في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن إطار تصفيات أمريكا الجنوبية، المباراة اللي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح فنزويلا ويحصل على الميدالية البرونزية. إذن المنتخب الفنزويلي واحد من أعرق المنتخبات، وعرفت ليه المدرب الرائع جدا هشام الدكيك كان عين لنا وكان مخبلنا اللقاءين السحريين واللقاءين المهمين دول
في نهاية الجولات المتبقية قبل انطلاق مونديال كاس العالم، علشان نقدر نحلي وعلشان نقدر نستمتع وعلشان نقدر نعلق ونقول ان اسود الاطلس يبقى هم فخر الرياضة العربية دون منافس، والافريقية دون منازع، وفي ظل تواجد اروع عناصر الكرة المغربية وايضا تجربة اكثر من خطة بديلة في الشوط الاول. ما ننساش في ظل الغيابات القائمة غياب سفيان الشعراوي في ظل إقامة البطولة دوري أبطال أوروبا اللي بيشارك فيها مع فريق تايجر جيرموند الهولندي لأول مرة بعد صعود الأول مرة في تاريخ العصبة الأوروبية، بالإضافة لظل غياب يوسف جواد بلال البقالي، وأيضا مع استثناء كل من حمزة الميمون، بالإضافة لظل غيابات كل من حمزة الميمون عبد الله عبد الكبير بقدير رائد السبع بترابة محمد نصيص، بالإضافة لاستثناء كم عنصر من عناصر المنتخب المغربي ما يقرب من 8 عناصر بالتفصيل، وأيضا استثناء حارس مرمى المنتخب المغربي رضا خياري، كثير من جمهور الكرة المغربية قال إن المنتخب المغربي في ظل التشكيلة الحالية لا يمكن أن يفوز على أي منتخب، ومستواه في تراجع تام خلال اللقاءات الأخيرة، وخاصة لقائي أسبانيا في الجولتين الماضيتين. ولكن هنا ومن داخل قناتي في ظل تواجد أروع فكر، الفكر ذو العقل الرشيد جدا، المدرب المحنك وأيضا المدرب المتمرس داخل القاعة في الوقوف على مستوى أداء جميع العناصر المشاركة، مع انطلاقة الشوط الأول بتجربة أكثر من عنصر داخل اللقاء في ظل تواجد عناصر الرضيف عبد الله المتقي وأيضا محمد دلوح زراري ومحمد كمال، وفي ظل مشاركة عميد المنتخب المغربي سفيان المصرار، كان ولا بد من تغيير في الشوط الثاني للوقوف على مدى مستوى وأداء باقي اللاعبين، بنزول كل من خالد بوزيد محترف الدوري الأسباني اللي بيلعب لصالح فريق برشلونة الأسباني بعد انتقاله من فريق سانتا كلوما خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وأيضا في ظل مشاركة أنس العيان محترف نادي ريبيرا نافارا الأسباني وأنس الدحان وإدريس رئيس الفني. إذن هناك خطة موضوعة من جانب المدرب الرائع جدا هشام الدكيك في ظل تجربة كل العناصر، وفي ظل انطلاقة حديثة جدا قبل انطلاق مونديال كاس العالم، في ظل منافسة ومقارعة كل المنتخبات المصنفة عالميا، في الجولتين الأوليتين استطعنا من الفوز على منتخب أفغانستان المصنف 30 من التصنيف العالمي للفوتشل بنتيجة 4-1 و5-2، وفي الجولتين المقبلتين نفوز على البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1 و8-2، وبعدها مباشرة نفوز على منتخب بولندا المصنف 22 من التصنيف العالمي للفوتشل بنتيجة 4-3 في اللقاء الأول و3-1 في اللقاء الثاني. إذن 4-3 بتعطينا دفعة في اللقاء الأول أمام منتخب متمرس بحجم منتخب بولندا 22 من التصنيف العالمي للفوتشل برصيد 1184 نقطة، وأيضا منتخب فنزويلا 4-3 ذو التصنيف 21 من التصنيف العالمي للفوتشل برصيد 1188 نقطة. إذن الجولتين المتبقيتين بعد فوزنا على منتخب أسبانيا ذو التصنيف الثالث من التصنيف العالمي للفوتشل برصيد 1514 نقطة، استطعنا من تحقيق فوز كاسح برومونتادا عالمية على منتخب فنزويلا بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى، وانتظروا المفاجأة في الجولة الثانية حينما نلتقي يوم الجمعة القادم 30/8 بمشيئة الله تعالى. بمشيئة الله تحقق الانتصار الكاسح بنتيجة أقل شيء نصف دستة. 1,000,000,000 مبروك لكل عناصر الكرة المغربية، وأيضا أمامنا لقاء متبقى أمام منتخب هولندا، وهنا ومن داخل قناتي هولندا ذو التصنيف 36 من التصنيف العالمي للفوتشل، بمشيئة الله تعالى يتحقق فوز وانتصار كاسح أمام المنتخب الهولندي. هنا ومن داخل قناتي منتخبنا فخر الرياضة العربية بل والإفريقية والعالمية في ظل المنتخبات المشاركة مع مشاركة كل من ليبيا وأنجولا
وفي ظل تراجع كل من مستويي ليبيا وأنجولا في الجولات الماضية، أنجولا تتهزم بنتيجة 4-1 وتنهزم أيضا بنتيجة 5-1 أمام المنتخب المغربي في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وبنتيجة 5-1 أمام البرتغال، وأيضا ليبيا بتنهزم بنتيجة 4-1 أمام السعودية، وبنتيجة 5-2 أمام البوسنة والهرسك. يظل منتخب عربي إفريقي وحيد المتواجد في المنافسة الحالية وهم المنتخب المغربي وسود الأطلس. لنا الفخر ولنا العزة، وهنا ومن داخل قناتي كل التشجيع والدعم مستمر لكامل عناصر الكرة المغربية بمشيئة الله تعالى، في ظل تألق كل من عبد الكريم أنبيا في حراسة المرمى ويوسف بن سلام، وبالإضافة لظل تواجد محمد شريدو في حراسة المرمى وسفيان المصرار مع عودة سفيان الشراوي، بالإضافة لظل تواجد أنس العيان محترف الدوري الإسباني اللي بيلعب لصالح فريق ريبيرا نافارا الأسباني، وخالد بوزيد محترف برشلونة الأسباني، وفي ظل تواجد أنس الدحاني إدريس رئيس الفن إسماعيل أميزال عثمان الإدريس عثمان بومزو، وتألق عناصر منتخب الرضيف كل من عبد الله المتقي في ظل تواجد محمد كمال، وبالإضافة إلى أيضا المتألق المتمرس الرائع جدا محترف الدوري الإيطالي محمد بلوح جراري بقيادة محلية بقيادة الرائع جدا هشام الدكيك، وبمشيئة الله تعالى يتحقق النصر ويتحقق بمشيئة الله كما تحققت البطولات على يد هشام الدكيك وعناصر الكرة المغربية في السابق بتحقيق 3 كؤوس افريقيه متتاليه 2016 2020 و2024 وكاس العرب 2021 و2022 و2023 والكاس القاريه بتايلاند 2022 والوصول الى نهائي ربع نهائي مونديال كاس العالم ليتوانيا 2021. هنا ومن داخل قناتي سير كل الدعم مستمر لعناصر اسود الاطلس بقياده الدكيك، وبمشيئة الله تعالى لن نتراجع ولن نرضى إلا بالوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم أوزبكستان 2024 في ظل تواجد ألمع عناصر عرفتها الكرة المغربية، بل ويعد أفضل منتخب متواجد على الساحة الإفريقية والعالمية من ضمن أفضل 10 منتخبات عالميا، وبمشيئة الله تعالى الأول عالميا بعد حمل كأس أوزبكستان مونديال كأس العالم 2024. إلى مزيد من التقدم والإنجازات للمملكة المغربية وأيضا للجامعة الملكية المغربية، وفي ظل تواجد ألمع وأعظم جمهور عرفته الساحة العربية والأفريقية والعالمية في مساندة وتشجيع أسود الأطلس، فخرنا فخر الرياضة العربية والجمهور المغربي والعالمي. إلى مزيد من التألق والانتصارات للشعب المغربي الطيب الأصيل، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.